لو تسمعيني تحري سلامتك في البداية. نعم وأطلعينا نعم على مزيد نحن الآن التفاصيل. نحن الآن في حي نعم نحن الآن في حي الشيخ جراح. كما ترون كانت هنالك مواجهات، أحد الصحفيين هنا نراه كان قد أصيب يبدو من شظايا قنبلة صوت أو من ضرب الشرطة له. أفراد حرس الحدود أحد المصورين الصحفيين أصيب الآن. كان هنالك استعداد بقوات كبيرة قوات حرس الحدود هنا في حي الشيخ جراح، دخلوا إلى إحدى البيوت هنا وهاجموا الجميع وضربوا قنابل صوت وسط الحشود وأيضا باتجاه الصحفيين، وهذه إحدى الإصابات نراها الآن على الهواء مباشرة، يحاولون إسعافه. طبعا هذه المواجهات كانت قد ابتدأت قبل نحو ساعة، كانت أقيمت هنا صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح من أمام أحد البيوت المهددة بالإخلاء. بعد انتهاء صلاة الجمعة تجمع هنا الأهالي وفرقتهم قوات الاحتلال باستخدام القوة والهراوات والضرب وأيضا قنابل الصوت. كان هنالك اعتقال لشابين حتى هذه اللحظة. أيضا أسفرت المواجهات عن إصابة أحد أفراد الشرطة، وكما رأينا قبل قليل عملية وحشية، دخول أفراد عدد كبير من أفراد قوات حرس الحدود لاعتقال شخص من داخل البيت المهدد بالإخلاء وضرب قنابل أو إلقاء قنابل الصوت على الحشود، الأهالي وأيضا الصحفيين المجتمعين هنا. نرى الآن أعداد ماذا يريد أو تريد قوات الاحتلال إيمان المدنيين. وسبب هذه الاعتداءات؟ نعم كان قلت بأنه أقيمت هنا صلاة الجمعة اليوم. كان هنالك بالأمس دعوة من قبل المستوطنين من أجل أيضا القدوم إلى هنا والتجمع في هذا المكان وسط اتهاماتهم للشرطة بالتقصير. وطبعا يبدو بأن الشرطة وقوات حرس الحدود أرادت أن تثبت بأنها تضرب المواطنين الفلسطينيين بيد من حديد، وفي الحقيقة بأن هذه الاعتداءات التي حدثت اليوم بالفعل لم يكن لها أي داعي أو سبب، لم يكن هنالك أي استفزاز لقوات حرس الحدود. كل ما هنالك بأن السكان هنا تجمعوا إلى جانب البيت ليقفوا بجانب فاطمة سالم المهددة بالترحيل من بيتها الذي تسكنه منذ عام 52، ودون أي مسوق قانوني أو أي استناد لأي أسس قانونية قررت شرطة الاحتلال أن تخلي هذه الساحة من وجود المواطنون هنا، رغم أنهم لم يقوموا باستفزاز أحد ولم يقوموا بارتكاب أي شيء يستدعي تدخل قوات الشرطة، ولكن لسبب ما قوات حرس الحدود أرادت إخلاء المكان من المواطنين. يبدو بأنه سيكون اليوم أيضا يوما طويلا هنا في حي الشيخ جراح مع اشتعال بؤرة جديدة هنا في الحي بسبب أمر الإخلاء الذي أصدر لهذا البيت، والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 29 من الشهر الجاري. أيضا في الساعة 3 ستبدأ هنا مظاهرة من قبل المظاهرة الأسبوعية التي تنظمها قوى اليسار الإسرائيلي، وأيضا سيأتي المتظاهرون هنا للتضامن مع هذه العائلة. وعمليا أمر الإخلاء هذا أشعل بؤرة جديدة من المواجهات والتوتر في حي الشيخ جراح، مع استمرار المستوطنين بالتحريض على الأهالي هنا ومطالبتهم الشرطة بالضرب بيد من حديد للمواطنين الفلسطينيين هنا. نرى الآن نعم هنالك هدوء نسبي الآن، ولكن بالطبع الأجواء متوترة جدا بحضور أعداد كبيرة من أفراد الشرطة المدنية وأيضا شرطة حرس الحدود. يبدو بأن هنالك عملية اعتقال أخرى لأحد إيمان الشباب، لطالما هذه الوقفات مستمرة على مدار العام للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين أو المهددة منازلهم بالمصادرة،
لماذا هذا التمادي من قوات الاحتلال والإفراط في استخدام القوة في مثل هذه اللحظات؟ في الحقيقة يعني هذا ما حدث اليوم هو ليس استثناء في استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين المواطنين الفلسطينيين. هنا رأينا هذا أيضا في الحي المقابل الذي يتتهدد 8 من عائلاته التهجير، حيث كنا دائما نتواجد هناك للتغطية، ولكن هنا بؤرة جديدة من التوتر أيضا ربما بسبب التحريض المستمر أيضا من قبل المستوطنين. من أتى ليهدد بإخلاء البيت هو أرييه كينغ، وهو نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، وهو معروف بنشاطه لتهويد هذه المدينة، ومعروف أيضا بتأثيره في صفوف غلاة المستوطنين واليمين الإسرائيلي. وبالتالي هذا التحريض من قبل المستوطنين ولا شك بأن له تأثير على كيفية ردود فعل الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود التي يعني بالفعل هي يعني متواجدة بالأساس لوظيفة قمعية وليست لوظيفة الحماية، فهي تقوم بحماية المستوطنين وبقمع الفلسطينيين. أيضا قبل 3 أيام قام المستوطنون هنا بتسييج هذه الأرض التي حاولت شرطة الاحتلال اليوم إخلاءها من المواطنين، وبالتالي هذا يعني كان بمثابة إعلان بوضع اليد على هذه الأرض، وبالتالي دون أي قرار محكمة أو حتى قبل تنفيذ عملية الإخلاء اعتبرت قوات الاحتلال بأن وجود الفلسطينيين في هذه الأرض بمثابة أمر غير قانوني، وهو بالطبع يعني ليس صحيحا على الأقل حسب ما نفهم نحن القوانين الإسرائيلية. وبالتالي استمرار تحريض المستوطنين ونشاطهم على الأرض قد يكون له تداعيات سلبية على استمرار استخدام هذه القوى المفرطة والقمع الكبير للمواطنين الفلسطينيين. أشكرك جزيلا إيمان جبور، مراسلة الغد من شمال القدس المحتلة في حي الشيخ جراح. شكرا جزيلا لك.